عن الدوري الانجليزي هنتكلم، وبالتحديد الارسنال اللي بيعاني من فتره طويله جدا، وخصوصا بعد رحيل ارسن فينجر. النهارده معانا واحد من اكبر الاسماء في عالم الكره الفرنسيه، جيل 98 اللي حقق كاس العالم، وهو نفس الجيل الحقيقه اللي ساهم بشكل كبير جدا في تحقيق انجاز لم يتكرر ومن الصعب ان يتكرر. طبعا اللي انتم شايفينه في الشاشه ده روبرت بيريس، نجم الارسنال في بدايه الالفيه الجديده، الجيل اللي زي ما قلت لحضراتكم حقق الجولدن بريمير ليج، التيم الوحيد اللي قدر يحقق اللقب ده، وهو تحقيق لقب بطوله الدوري الانجليزي بدون هزيمه واحده. ده كان جيل روبرت بيريس، تييري أنري، دينيس بيركامب، باتريك فييرا وغيرهم طبعا من النجوم العظام اللي بيحلم جماهير الجانرز بتكرار ولو جزء بسيط جدا من بطولاتهم. لاعب خط نص اكتر من رائع، قدره كبيره جدا دفاعيه وقدرات اكبر هجوميه، سرعه ومرونه ورؤيه، وقول زي ما انت عايز تقول. روبرت بيريس هو ضيفنا في السادسه، اللي تسمحوا لي طبعا في البدايه ان انا اشكره على وجوده معانا، شرف لينا انك انت تكون موجود معانا طبعا، وبشكرك على وقتك وعلى انضمامك لينا في السادسه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم جميعا. انت كنت من الواحد من السكواد بتاعت الارسنال اللي نجحت في انها مش بس تحط بصمه في البطولات الانجليزيه، لكن اللي نجحت في زياده قاعده وشعبيه وجماهيريه الارسنال على مستوى العالم كله. لازم ابدا معاك واهنيك على انجازاتك الكبيره انت وجيلك كله الحقيقه مع فريق الارسنال. شكرا لك على دعوتي، ودائما هو شكر وفخر أن أتحدث مع تلفزيون مصري، وأعتقد أنه من شيء كبير لي لتواجدي معكم اليوم. طيب هبدأ معك من بكرة تحديدا، حدث بينتظره برضه عشاق الكره في العالم كله، جائزه ذا بيست اللي بيتنافس عليها ثلاثه من اهم نجوم العالم، روبرت ليفاندوفسكي نجم بولندا طبعا والبايرن، ومحمد صلاح النجم المصري ونجم ليفربول، ومعاهم الاسطوره الارجنتينيه ليو ميسي. من وجهه نظرك وفي تقديرك، مين الافضل ومين الاحق بالجائزه؟ أعتقد أنه يوجد هما أفضل من ثلاث لاعبين رائعين، لاعبين يستحقوا الفوز جميعا، ولكن أعتقد أن سواء ليفاندوفسكي أو صلاح أو ميسي رائعين، ولكن رأيي أنا سأذهب لمحمد صلاح. رأيي من وجهة نظري هو ببساطة هو أدى أداء رائع خلال هذا الموسم، ويفعل دائما الماتشات الكبيرة على مستوى عالي، وأعتقد أنه تأثيره على ليفربول ومع منتخب مصر هو لاعب أنا أحبه جدا وأقدره، لأنه يمتلك كثير من المهارات والإمكانيات، ولذلك سأختار محمد صلاح، ومش عشان أنا موجود في التلفزيون المصري. هل ده معناه أنك أنت ما كنتش متفق مع نتيجة جائزة البالون دور، واحدة من أهم جوائز برضو الأفضل على مستوى العالم، وكثير من الناس شافت أن في ظلم كبير للاعبين زي كريم بنزيما، زي جورجينيو الإيطالي طبعا لاعب تشيلسي، هل كنت متفق ولا شايف أنه ميسي كان يستحق الجائزة؟ أنا أتفق مع كثير من الناس أنها لم يكن ميسي الذي يستحق الفوز بالجائزة، وطبعا ميسي هو لاعب رائع الجميع يعرف هذا، ولكن على هذه العام ليفاندوفسكي وجورجينيو وبنزيما ومحمد صلاح هم كانوا الأحق بالفوز، هم أدائهم ونجاحهم، وأعتقد أن ميسي لم يمتلك الاستمرارية، هم كانوا لديهم الاستمرارية خلال الموسم، والموسم الذي قضاه ميسي لا أعتقد، ولكن أعتقد ليفاندوفسكي كان الأحق وكان الأقرب للفوز باللقب. طيب من الأفضل خليني أروح معاك لأفضل فترة للأرسنال، وهي الفترة اللي كان بيلعب فيها جيلك، ومن بعدها يمكن الحقيقه الارسنال حتى اللحظه اللي بنتكلم فيها تحت قياده ارتيتا الارسنال يعاني. من وجهه نظر روبرت بيريس، ايه هي اهم الاسباب اللي ادت لده، وازاي يرجع الارسنال من وجهه نظرك على الطريق الصحيح؟ أتمنى طبعا، وفي كل الأحوال أتمنى أن أرتيتا يستطيع الحصول على أداء أفضل، وأعتقد أن زي ما بنقول باللغة الفرنسية أن هو أرتيتا
يمتلك الجودة، وأعتقد أن هو ذكي وقادر على صنع الفارق. وأعتقد أن يجب علينا الصبر، لأن أرتيتا يؤدي بالفعل أداء جيد، ولكن لابد من التحلي بالصبر. وأعتقد مع الوقت أنه سيحصل، ولكنه يوجد ثلاث فرق أقوى: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، هم أقوى في الوقت الحالي، ولكن في المستقبل أعتقد أنه سيذهب بأرسنال لفريق أفضل. لا، إذا ذكرنا تشيلسي لابد أن احنا نتكلم على تجربة الحقيقة كانت ملفتة جدا مع تغيير إدارة الفنية من فرانك لامبرد توماس توخيل. تغير الحال في تشيلسي وأصبح عنده قدرة على المنافسة، بل أنه حقق اللقب الأهم على مستوى قارة أوروبا ولقب الشامبيونز ليج. هل التجربة دي مش ممكن تكرارها؟ وهل هنا العامل الفارق أو العامل الحاسم من وجهة نظرك كان بس وجود اسم توماس توخيل على رأس الجهاز الفني، ولا في أسباب تانية؟ أعتقد أنه سيكون صعب بالنسبة لأرسنال، لأن أعتقد وأهم شيء هو الحصول على تذكرة الوصول لدوري أبطال أوروبا، لأن هذا هو الهدف الحالي، لأن يوجد فرق أقوية جدا في الوقت الحالي: تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام. وأعتقد هذا قبل أن نفكر في التفكير في الفوز بدوري أبطال أوروبا. المهم من المهم التفكير في الصعود لدوري أبطال أوروبا، ولكن وهذه هي الأولوية والأفضلية، وهذا مهم جدا أن أرسنال تتحسن على مستوى الأداء، ولكن يبقى الهدف هو الوصول لدوري أبطال أوروبا مبدئيا. أنا أعتقد لو ما خانتنيش الذاكرة أنك أنت كنت بتلعب لمارسيليا قبل ما تنضم للأرسنال، وأنا عارف أنه بين مارسيليا وبين بي جي ديربي وتاريخ طويل جدا من المنافسة طبعا. لكن هسألك على البي جي بداية بما أنه الفريق اللي بقى بيضم عدد كبير جدا من النجوم، هل تراهن السنة دي على نجاح بي جي في تحقيق لقب دوري أبطال؟ وهل اختلفت المسابقة الفرنسية ليج 1 مع وجود الكم الكبير من النجوم داخل في صفوف بي جي؟ تعلم تماما الهدف الرئيسي لباريس سان جيرمان هو الحصول على دوري أبطال أوروبا، هذا هو الهدف الرئيسي لهم، لأنهم فريق قوي جدا باريس سان جيرمان، ولديهم لاعبين على قدر عالي، ومنهم ميسي طبعا، نيمار ومبابي، ولا أريد أن أنسى باقي اللاعبين، هم جميعا على مستوى عالي. ولكن أعتقد اليوم الفريق الذي يمتلكه باريس سان جيرمان بالفعل يستطيع الحصول على باريس سان جيرمان، ولكن يجب الحذر أن يوجد فرق قوية جدا مثل مان سيتي وتشيلسي، وأنهم لديهم الجودة الجيدة للحصول على دوري أبطال أوروبا. أيضا بما أننا بنتكلم على باريس سان جيرمان، يبقى بنتكلم على واحد من أهم نجوم فرنسا، كيليان امبابي، اللي كان فيه كلام كتير عليه الفترة الأخيرة، كلام عن رغبته هو الشخصية في أنه يكون موجود في ريال مدريد، كلام عن رغبة البي اس جي في الاحتفاظ بأهم موهبة فرنسية في التوقيت الحالي. الأفضل من وجهة نظرك في مستقبل كيليان امبابي؟ أعتقد المهم لكيليان امبابي هو لديه الخيار أن يلعب في الفرق الكبيرة، وهو له الأفضلية أن يأخذ القرار السليم الذي يعود عليه بالنجاح والاستفادة. ولكن أعتقد أنه مر وقت جيد في باريس سان جيرمان، ولكن أعتقد أنه هدفه وحلمه الكبير الانضمام لريال مدريد، وهو يتمنى أن يمشي وأن يذهب لريال مدريد، وأعتقد أنه لديه الحق في هذا، وأنا مع هذا أن ينضم لفريق ريال مدريد. منتخب فرنسا، المنتخب الحقيقة بيملك يمكن سكواد تعتبر يمكن يعني في تقديري واحدة، خليني أقول واحدة من أقوى الفرق أو أقوى الأسماء على مستوى كل المراكز تقريبا، بداية من حراسة المرمى وصولا لخط الهجوم. إزاي بتشوف فرصه في الفوز أو تحقيق لقب كأس العالم، تكرار تاني لإنجاز اتحقق قبل كده مرتين؟ والحقيقة أن فرنسا بقت واحدة من القوى العظمى دايما مرشحة للتتويج في البطولات الكبيرة.
أعتقد أنه سيكون صعب جدا ويجب القول هذا والتعبير عنه. ومهما كان يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن اليوم الهدف هذا هو هدف، هو هدف مؤكد، الحصول على كأس العالم 2022. ولكن هي بطولة تانية واللاعبين معروفين والجميع يعرف مستواهم، وبالتالي هذا مهم جدا للعمل على الأخطاء. أنا واثق لأنها دولتي وأنا أحبها، وأنا واثق من اختيار المنتخب الفرنسي، ولكن أعتقد أن احترام المنافسين سيكون هو الأهم في الفرقة. طيب خليني أسألك شوية، يعني بحكم أن أنت مش بس جيلك في الأرسنال، لكن الكورة في الفترة اللي أنت لعبت فيها كانت الملاعب يعني مليئة بالمواهب، صحيح في نجوم أفزاز، في نجوم قامات كبيرة جدا ومؤثرة جدا في الوقت الحالي، لكن لو استرجعت الأسماء اللي كانت بتلعب مع جيل روبرت بيريز في التوقيت ده، هلاقي أسماء بحجم زين الدين زيدان، بحجم رونالدينيو، بحجم توتي، بحجم كانتونا مثلا قبلهم شوية، أسماء يعني مبدعة جدا. غابت أو قلت الموهبة إلى حد ما، مش عارف تتفق معايا في وجهة النظر دي ولا لأ، وإزاي ممكن ترجع المواهب دي أو يتم اكتشاف المواهب دي بنفس الشكل مرة تانية؟ Vous êtes d'accord ou pas ? أنا أتفق مع حضرتك تماما، لأن بصراحة الاختيار اللاعبين في عصري كان يوجد لاعبين على مستوى فني، أما الآن الاختيار يأتي على المستوى البدني أكثر ما هو الفني. المستويات الفنية كانت أعلى كثير في الوقت زي زيدان ورونالدينيو ورونالدو الظاهرة ولاعبين كثيرين، ولكن الآن أعتقد هم أقل. يوجد لاعبين جيدين جدا ولكن على المستوى الفني ليسوا مثل عصري. روبرت بيريز، خليني أطلب منك تختار التشكيل الأفضل على مستوى العالم دلوقتي من وجهة نظرك، مين ال 11 اللي تختارهم عشان يمثلوا فريق الأحلام بالنسبة لك؟ أتريد أن أقول الأسماء ال 11 اسم؟ بداية من حراسة المرمى لغاية خط الهجوم. دول الأفضل من وجهة نظر روبرت بيريز. طبعا شيء صعب وليس سهل، يوجد كثير من اللاعبين جيدين، ولكن سأقول إيدرسون في حراسة المرمى مانشستر سيتي. حارس مرمى مانشستر سيتي. أرنولد، فان دايك. ترينت الكسندر ارنولد في اليمين، فان دايك في قلب الدفاع، روبن دياز، كيفن دي بروين، مو صلاح، وليفندوفسكي، وكيليان امبابي. روبرت بيريز نجم طبعا الكره الفرنسيه ونجم الارسنال، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسه، استمتعنا بحوارك. وده تشكيل منتخب العالم اللي اختاره طبعا نجم فرنسا والارسنال السابق روبرت بيريز. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه، ضيفنا هيكون طبعا نجم النادي الاهلي السابق كابتن احمد صديق.